السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، كي راكم دايرين؟ راكم بخير إن شاء الله يا رب العالمين، تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم على قناتي، قناة نيسا شانيل، جيتكم بواحد الوصفة تاع الشكشوكة اللي غادي نديرها لكم بالبطاطا. هنا عندها فيها إن شاء الله نفوتوا على المقادير. هنا عندنا زوج حبات فلفلة، زوج حبات طماطيس، وحبة بصل، والبطاطا على حسب النوعيه تاع البطاطا، الا كانت على حسب الحجم تاعها، الا كانت متوسطه ولا كبيره، ولا نتوما عينكم هي ميزانكم. دو تقريبا هاك واحد زوج حبات كبار ولا ربع حبات، يكونوا هاكا متوسطين صغيرين كيما هاكا راهم صغار. انا ديت هادو، خيرت حجم صغير، ديت ربع حبات صغار. والفلفله غادي تدو، بصح ما غاديش تدو غير واحد الشويه هكا، الا كان حار دو منها غير واحد الشويه، وملح وزيت. رايحين نمروا في على الطريقه تاع التحضير ان شاء الله، وتفضلوا معايا. هنا الفلفله تاعنا اللي قلنا طيبنا، الشكشوكه تاعنا اللي طيب على درجه حراره متوسطه. هنايا عندنا البصل، غادي نديروا البصل هو الاول، البصل مع مع البطاطا مع فلفله خضراء مع كاع هادو الخضر المقطعه. ومن بعد غادي نديرو طماطم، هادو كاع يطيبوا على درجه حراره متوسطه. نديرو كل شيء خضر، والفلفله حاره غادي ندير غير شويه. درت ديجا راح لي المقطع، درت شويه فلفله حاره. نخلوها على درجة حرارة متوسطة كما قلت لكم. هنايا غادي ندير الطماطيس تاعي مقطعة أطراف صغيرة، غادي ندير الزيت، نطيب على راحتها، ونديرو الملح. ونبلعو عليها، وهنا غادي نبلعو عليها ونخلوها طيب على راحتها حتى تطلق هذاك الماء، البصل يطلق الماء تاعه، والطوماطيس تاني كاع الخضر يطلقوا الماء تاعهم ويطيبوا على راحتهم. كي يدخلهم الطياب رايحين نولوا لمرحلة أخرى إن شاء الله، ونخلوها طيب كما قلتلكم على درجة حرارة متوسطة. وهنا غادي نبلعو عليها ونخلوها، رايحين نولو بعدا. هاي لحظتي الفلفله تاعنا 10 دقائق من بعد، شوفوا ما شاء الله راهي طابت، شوفوا البصل قاع داب ما شاء الله، شوفوا ها هو البصل تاعنا قاع راه دايب، الفلفله تاعنا راهي طايبه ما شاء الله، طيب بالخف ما شاء الله، في المتاحه هذاك طيب لكم روعة. شوف كي راهي بنينة، راهي تشهي وحدة الريحة، ما تأمنوش عقلكم. غادي نوري لكم بالفرشيطة، غادي تشوفوا البطاطا كي راهي طايبة. شوف البطاطا طابت، دروك غادي نقولوا المرحلة، تابعوني بعد قليل رايحه نولي لكم. هنا حبيباتي غادي نبدا ندهن، غادي ندخلها في الفرن، غادي في هذا المول تاعنا تاع الفرن، غادي ندير شويه دهان زبده هنايا، ندهنها مليح. وهنايا غادي نجيب الشكشوكه تاعنا، ها هي طابت، نديروها هنايا راهي تشهي الله يبارك. انا دقتها ديجا غير كيما هكا، راهي بنينه الله يبارك، البنه روعه روعه روعه. نجمو تدوها معاكم، تقدروا ديروها ميم ساندويتشات لولادكم كي تبغوا تروحوا للبحر ولا
تدوها معاكم هكا، ديروها ساندويتشات لولادكم. تاني الله يبارك ديروها في الخبز، في الخبز وتعطوهم ياكلوا، ما تخسر لكم ما والو. وهنايا غادي تشوفوا معايا هنايا اش غادي ندير لها. ان شاء الله راكم تشوفوا مليح، جربوها اخواتي، ما تندموش على هذه الاكله، راهي صيفيه وبامتياز. وديروا لي تعاليق وقولوا لي كيفاش جاتكم، باش هكا تحمسوني هكا تشجعوني، نولي كل مره على مره ندير لكم هكا حاجه وصفات هكا جديده. هذه رانا نديرو فيها الكل، راه يدير فيها. انا اليوم غادي نبدل لها الشكل تاعها، ومن بعد غادي ندخلها في الفرن. هنا ندير حبه بيضة، نزيد هنا وندير كيما هاك، وغادي ندخلها في الفرن. دروك غادي ندخلها في الفرن. اولا حبيباتي طبق طاب ما شاء الله، بنين روعه البنه، ما عندي ما نقول لكم، الله يبارك. طبق صيفي بامتياز كما قلت لكم، ان شاء الله تجربوه وتذوقوا البنه اللي راني نهضر عليها. ما تنساونيش ان شاء الله بتعليقاتكم، يفرحوني بزاف. ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه اخرى ان شاء الله. اترككم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساونيش في الاشتراك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.